بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة تانية إعدادي. نستمر مع هذه التمارين. كما عندنا هنا تمرين واحد، حدد إشارة كل عدد من الأعداد التالية: أ عدد صحيح نسبي سالب غير منعدم، أ عدد صحيح نسبي سالب غير منعدم. إذن كما نرى هنا عندنا هذا العدد ناقص بين قوسين ناقص 2 على 3 أ، ناقص 2 على 3 أ. إذا كان أ عدد صحيح نسبي سالب غير منعدم، يعني أنه لا يساوي الصفر لكنه عدد سالب، كيف تكون إشارة العدد ككل؟ هنا المطلوب تحديد إشارة كل عدد من الأعداد التالية. إذا عندنا ناقص ناقص 2 على 3 أ. أولا عندنا أ عدد، كيف هو موجب؟ شو قالك هنا؟ أ عدد صحيح نسبي سالب نسبي، ولكن التي هي شنو هو؟ إشارة أ كيف هي؟ سالب. إشارة أ هي ناقص، إذن إشارة أ سالبة. إذن 3 أ كيف ستكون؟ سالبة. مع ناقص 2 كيف ستكون؟ موجب. ثم مع ناقص كيف ستكون؟ سالبة. إذن إشارة العدد ككل؟ سالب. إذن سالبة. إذن سنكتب ماذا؟ إذن أولا تحديد إشارة الأعداد. ممكن أننا نقوم بجدول، هيك نضع في هذه الجهة مثلا العدد، هيك ثم إشارته هيك، ثم نسجل العدد الأول ناقص ناقص 2 على 3 أ. كيف هي إشارته؟ 3 أ إشارته كيف هي؟ سالبة. ثم مع 2 سالبة، ثم مع ناقص 2 سالبة، ثم مع ناقص سالبة. أنت 3 أ إشارته كيف هي؟ سالبة، ثم مع ناقص 2 سالبة. هنا سالبة وهنا سالب، كيف سيكون العدد؟ موجب. سيكون العدد موجب، ثم مع ناقص سالب. إذا سنضع إشارة سالب. ثم عندنا أ ناقص 4 ناقص 3، كيف ستكون إشارتها؟ عندنا إشارة أ سالبة، ثم ناقص 4 سالبة، ثم عندنا ناقص 3 سالب. إذن كيف سيكون العدد؟ موجب. إذن عندنا سالب مع سالب، طبعا الجمع بين عددين سالبين سيكون عدد سالبا، طبعا ناقص 4 محسومة، 4 إشارته ناقص، إذن عدد 4 إشارته محسومة هي ناقص، ثم عندنا عدد سالب إذن فإشارته محسومة كأنها ضمنية. شاد أ ملي تيقول لك راه عدد سالب راه بحال فيه الداخل كاين هذيك ناقص، ما تتبانش، فهمت ولا لا؟ في الدين ديالك خاصك توضعو بأن عندو ناقص هنا في الدين ديالك، وخا هي مسجلاش حيت هي داخلة فيه، حيت إلا درتي ناقص هنا غتولي عندك ناقص ناقص واحد، فهمت ولا لا؟ إلا درتي ناقص هنا، إلا سجلتي هاد أ بناقص، حيت هو شنو قالك؟ قالك عدد سالب، حيت هو أ راه عدد سالب، فهمتي؟ إلا وضعتي ناقص هنا شنو غيولي؟ أ عدد سالب، وغتزيدي أنت ناقص على برا غيولي أ موجب، فهمتي ولا لا؟ حنا تناخدو في الدين ديالنا بأن هاد أ راه عندو ناقص، إذا هو عندو ناقص وأربعة عندها ناقص، إذا العدد ككل غيكون سالب، ثم عندنا في المقام عدد سالب.
إذا كيف ستكون نتيجة العدد ككل؟ كيف ستكون إشارته؟ موجب. موجب. وكان زر البينه؟ غير زائد. صح؟ صح. تحديد إشارة. تحديد الإشارة. ممكن أنك تكتب كل عدد ثم تقول إشارته سالبة. مثل هذا إشارته موجبة. ممكن أنك تقوم بجدول هكذا. ثم عندنا أعلى 57. أعلى 57. كيف هي إشارة العدد؟ عندنا هنا على 57 أتكون سالب النتيجة. ستكون سالبة. إذن سنضع ناقص. ثم عندنا ناقص 21 على ناقص 18. ناقص 21 على ناقص 18. ستكون النتيجة موجبة. إذن ستكون موجبة. ثم السؤال الثاني، هل العدد الجذريان متساويان في كل حالة؟ علم جوابك. إذن هل العددان الجذريان متساويان في كل حالة؟ علم جوابك. إذن شنو غنعملو هنا؟ إذا كان هذا تساوي هذا، هذا اش يعني؟ مثلا غنوضعو، إذن سنفترض بأن إذن سنضع ثانيا، هل العددان الجذريان متساويان؟ غناخدو مثلا الحدود العددين اللولين، ياك؟ عندنا ناقص 96 على 76، ثم لنفترض بأنه يساوي شنو؟ 232 على ناقص 85، ياك؟ غنديرو نفترض. غنشوفو صحيح ولا لا، ياك؟ إذا كان هذا تساوي، شنو نقصد بهذا؟ شنو نقصد بهذه المسألة؟ إلا كانوا متساوي، هاد العددين واش متساويين؟ واش متساويين؟ تما واش عندهم نفس الإشارة؟ لا، واش متساويين؟ ها المرة عندهم نفس الإشارة، ولكن واش العدد الكسري تساوي العدد الكسري الآخر؟ لا. باش عرفتي؟ باش عرفتي متتساوش؟ بسط تاع الآخر كبير. ها؟ بسط تاع الآخر كبير. كيما البسط اللي كبير؟ ولكن هذا راه كبار، وهذا تو راه كبار. 76 هي كبار تعطاتنا ناقص 85. وهذا توا راه كبار توعطانا 232. هاد 96 هي كبرت وعطاتنا 232. ولكن ناقص هنا. تا هما راه عندنا ناقص، بحال هاد ناقص حنا جبناه لتحت. إذا غيبقى نفسه، غتبقى نفس الإشارة. من حيث الإشارة، من حيث الإشارة، إذا كان هاد العدد سالب فهاد العدد أيضا سالب. فهمتي؟ لكن المشكلة فين كاينة؟ المشكلة فاش ضربنا 76 تعطاتنا 85. غنشوفو فاش ضربنا 76 باش عطاتنا 85، وغنشوفو 96 فاش ضربناها في نفس العدد باش عطاتنا 232. لأن العدد الكسري باش يساوي لنا واحد العدد آخر كسري، فهمتي؟ يعني فيه أرقام أخرى، إذا ضروري أن المقام والبسط يضربو في نفس العدد أو يتقسمو على نفس العدد. طبعا تنشوفو بأن هنا عندنا هاد العدد كبير، وبالتالي خاصنا، وبالتالي من المفترض تكون 96 ضربناها في واحد العدد عطاتنا 232، حصلنا على 232. 76 خاصها تضرب في نفس العدد باش تعطينا 85. الإشارة نفترض بأن كاينة هنا، هي طبعا راه باينة من واحد القضية. شنو هي؟ مش باينة. تنشوفو العدد تتقسم على 5، هاد العدد متتقسمش على 5. مثلا هنا عندنا 2 2 7، هنا عندنا 96 تتقسم على 3، هادي متتقسمش على 3. شتي؟ هادي تقسم على 3، 96 تقسم على 3، هذا متقسمش على 3. فهمتي كاين شي حاجة؟ ياك؟ إذا هنا عموما عندنا هاد المتساوية. هاد المتساوية شنو تعني؟ أنها متساوية. غناخدو بأن هاد الإشارة مثلا، هاد الإشارة غنحطوها في واحد الجهة، غنحطوها الفوق ولا لتحت، فهمتي؟ هاد الإشارة غنحولو الفوق، غتولي عندنا ناقص 96. إذا هاد
المتساوية تعني بأن ناقص 96 مضروبة في ناقص 85 منها هذه ضربناها في هذه اش تساوي؟ إذا كان هذا الكسر تساوي هذا، إذا كان هذا الكسر تساوي هذا، هذه تعني بأن ناقص 96 مضروبة في ناقص 85، يعني البز ديال هذا مضروب في المقام ديال هذا، أش يساوي؟ 76 يساوي 76، أه؟ على 2 مضروبة في هذه الفوقانية، هذه الفوقانية مضروبة في التحتانية تساوي هذه التحتانية مضروبة في الفوقانية، استقل على هذه. مضروبة في 232، إذن هاد القضية إلا تحققت لنا غنعرفو المتساوية صحيحة، ما تحققتش تنعرفو بأن المتساوية غير صحيحة، ولا إذن ناقص 93 في 85 شحال؟ طبعا غيعطينا العدد الموجب من الأول غنتخلصو من الإشارة، ولا فاش نضربو عدد سالب على سالب تعطينا موجب من الأول غنتخلصو من الإشارة باش مبقاش برصدانا. إذا ما طول عندنا 96 شوف مضروبة 85 شحال تعطينا؟ 5 في 6 شحال؟ 5 في 6 30 30 ها 3 5 في 90 5 في 90 45 3 48 ها نقطة نقطة 8 في 6 48 8 في 6 48 4 8 في 90 8 في 90 72 4 76 عطاتك صغير 88 16 6 و 4 10 و 1 11 ثم 7. إذن هذه المتساوية الأولى شتي؟ المتساوية الثانية شناهي؟ هي 76 باش مضروبة 232 6 في 2 6 في 2 12 6 في 3 18 1 19 6 في 2 12 7 في 2 14 14 1 7 في 3 21 1 22 بقى 2 7 في 2 14 هذه 16 هنا عندك 2 13 هنا 5 هنا 7 هنا 1 شحال خرجت 17000 532 هي مش متساوية صحيحة؟ لا. إذن هذا خرجت لنا بهذا الشكل وهي خرجت بهذا الشكل، إذن ماذا سنقول؟ وبالتالي ناقص 96 على 76 لا تساوي 232 على ناقص 85 عندي؟ هذه الأولى. ثم عندنا الثانية، الثانية شناهي؟ 312 على 180 تساوي ناقص 36 على ناقص 21، إذا 312 على 182 هل تساوي ناقص 36 على ناقص 21، إذا ماذا سنضع؟ نفس الطريقة، عندنا 312 على 182 شنو تساوي؟ تساوي ناقص 36 على ناقص 21 شتا هادي هادي شتا هادي طبعا نفترض دائما هادي تعني بأن هادي في هادي تتساوي هادي في هادي هادي خاصو وضعها من الأول 312 في ناقص 21 إذا 312 هادي تعني بأن 312 في ناقص 21 شتا تساوي كتساوي 182 في 36 في 36 ناقص 36 ما كانش هذا عند الإشارة من الأول غنحسمه ولكن المشكلة هذه عندها إشارة وهذه عندها إشارة بمعنى آخر بمعنى آخر هذا العدد موجب وهذا العدد موجب شتي هذا الفوق عنده إشارة سالبة إشارته سالبة هذا إشارته سالبة وبالتالي العدد ككل موجب هنا هذا إشارته موجب هذا إشارته موجبة وبالتالي العدد ككل موجب إذن هنا ممكن يكون شك لو كان عندنا واحد سالب والآخر موجب من الأول غنحسمو غنقولو هذا سالب وهذا موجب إذا ما تساويش فهمتي هنا طبعا العدد سالب باش ما نشغلوش روسنا بهاد الإشارة غنخليوها
جانبا ثم نحسب 312 مضروبة في 21. فهمتي؟ في الأخير نضيفو إشارة ناقص. عندك 312 هنا، واحد في هذا العدد، ثم نضع نقطة هنا، ياك؟ 2 في 2 4، 2 في 1 2، 2 في 3 6. إذا عندنا 2 5 5 6، هذا العدد الأول، ياك؟ ثم العدد الثاني شنو هو؟ هو 182 182 مضروبة في 36. 6 في 2 12، 6 في 8 48، 1 49. ثم 6 في 1 6 4 10، 6 في 2 12، 6 في 8 48 49، 6 في 1 6 6 في 1 6 4 10. ثم نقطة هنا، 3 في 2 6، 3 في 8 24، تبقى 2، 3 في 1 3 و 2 5. إذا عندنا 2 هنا 15، هنا 5، هنا 6. شوف النتيجة متساويان. وبالتالي غنوضعو 312 على 182 تساوي ناقص 36 ناقص 36 على ناقص 36 على ناقص 21. ثم عندنا املأ الفراغ بما يناسب، املأ الفراغ بما يناسب. ناقص 36 على 30، ثم عندنا واحد العدد على 330، شنو نعملو هنا؟ ثالثا اش غنديرو؟ ملأ الفراغ، ياك؟ ملأ الفراغ، نأخذ العدد الأول، عندنا ناقص 36 على 30 يساوي عددا ما على 330. إذا طبعا باش يكون هذا العدد الكسري متساوي لهذا العدد الكسري، ممكن نقوم بنفس الطريقة التي قمنا بها الآن، أننا نضرب هذا العدد في هذا العدد x يساوي ناقص 36 في هذا العدد، ياك؟ ثم نجد هذا العدد. ثم هناك طريقة أخرى، أننا نبحث عن العدد الذي ضربنا فيه 30 حتى وجدنا 330، ثم نضرب في العدد الموجود هنا. عندنا 30 فاش ضربناها حتى لقينا 330، فاش كنا ضربناها؟ 30 هي. طبعا شوف، عندنا عدد كسري يساوي عدد كسري آخر، متى يكون هذا؟ إذا كان المقام والبسط ضربوا في نفس العدد، إذا هذا العدد باش يكون متساوي لهذا، وبالتالي غنوجدو هذا. حنا عندنا واحد العدد راه كاين، حنا ما عارفينش هذا العدد الفوقاني، هذا العدد الثاني اللي عندنا فيه مجهول واللي تساوي لهذا العدد الأول، تنشوفو المقام ديالو كبير من هذا المقام، وبالتالي لازم أن المقام والبسط يكون لها نفس الجداء، يكون لها جداء مع نفس العدد. هنا لازم البسط يكون له جداء مع عدد، ثم المقام يكون له جداء مع نفس العدد. هنا طبعا عندنا ناقص 36 نضربو في واحد العدد، طبعا عندنا 30 ضربنا في واحد العدد، ثم عندنا ناقص 36 غنضربو في نفس العدد وتعطينا هذا العدد. هنا ممكن الإشارة تكون هنا، ممكن تكون هنا، ممكن تكون هنا، غتكون عندنا الإشارة السالبة هنا، فهمتي؟ ضروري تكون عندنا الإشارة السالبة هنا. سنضعها أولا. إذا في ماذا ضربنا؟ 30 30 فاش ضربنا؟ ضربنا في 10، 30 اللي ضربنا في 10، 30 اللي ضربنا في 10 غتعطينا 300، فاش ضربنا؟ فاش كون ضربنا هنا؟ باش ولات 33؟ باش ولات عندنا 330. 330؟ غنكون ضربناها في شكون ضربناها؟ غنكون ضربناها واقيلا في 12 12 ولا 11؟ 12 ولا 11؟ شنو نتيا شنو؟ إلا خدينا غير 3 بوحدها، 3 بوحدها، فاش كون ضربنا باش عطاتنا 33؟ حنا عندنا 0 0، غتكون ضربت في 13.
وثلاثة لو ضربتي في 13 راه تعطيك 39، 3 في 3 راه 90 و 3 في 1 هي 3، 93 راه تعطيك 39، كيفاش ضربتي 3؟ 11؟ غادي نلعب 11 حيت 11 فيها جوج وحدين غنضربو في 3 تعطينا 33، إذن هاهي غنشوفو نتأكدو منو، هاي 30 مضروبة في 11، إلا ضربنا شي عدد في 11 شنو غنديرو؟ هذاك العدد نعاودو نديرو مرة، لا تنكتبو 30 ثم تنجمعو هذا مع هذا ونكتبو الوسط، 3 زائد 0 شحال؟ 3 3 ونكتبو هنا، هاهي؟ نفس الشيء هنا، إذا عندنا 30 ضربناها في 11 عطاتنا 330 ياك، ثم عندنا 36 ضربناها في 11 شنو غنعملو ليها؟ غنديرو نفس الطريقة، أولا غنكتبو 36 شنو غنديرو دابا؟ شنو غنديرو؟ غنديرو تسعود في الوسط، غنديرو تسعود، غنديرو 6 زائد 3 تعطينا 9 ونكتبو الوسط، هذه طبعا بالنسبة للأعداد اللي تضرب في 11. فهمتي ملي تنضربو شي عدد في 11 تنلقاو بهاد الطريقة، فهمتي عندنا 30 ضربناها في 11 هادي ضربناها في 11 وهادي تاهو ضربناها في 11، طبعا غنزيدو الإشارة لأن الإشارة ممكن أن تتنقل، فهمتي كأنها موجودة هنا كأنها راه موجودة هنا ولكن هو مسجلوهاش لينا هنا وبالتالي غنضيفوها حنا الفوق، فهمتي مادام أن مسجلوهاش مع هاد المقام مسجلوهاش مع هاد الخط لهنا، إذا طبعا حنا غنضيفوها الفوق، فهمتي إذا نتوما عندنا 154 تساوي ناقص 72 واحد العدد، عندنا 12 على 54 تتساوي شنو؟ ناقص 72 على واحد العدد، شنو الملاحظة الأولى؟ خاصك تحيدها هي الأولى ما تخليش تنساها، شنو هي؟ أول ملاحظة، شنو هي أول ملاحظة؟ أول ملاحظة خاصك تحسمها من الأول، شنو هي؟ شوف 12 على 54 ناقص 72 على شي عدد، هذاك العدد تيكون سالب، عندنا عدد سالب هنا، ثم عندنا 12 و 54 موجبة، إذا هاد العدد كيفاش خاصو يكون؟ تا هو، طبعا العدد ككل، حنا شوف هاد العدد الكسري مكون، هاد العدد الكسري اللي عندنا هنا مكون من عددين، العدد الأول موجب، الثاني موجب، وبالتالي العدد ككل موجب. هنا عندنا العدد الأول اللي بان لنا من هاد العدد اللي تنقلبو على المقام ديالو، تنتكلمو على العدد الكسري، عندنا البسط ديالو كيف هو؟ البسط كيف هو؟ سالب، وبالتالي كيفاش خاصو يكون المقام؟ سالب، فهمنا؟ خاص المقام يكون سالب، من الأول نوضعوها، شنو غنوضعو؟ غنوضعو ناقص هنا، إذا حنا عندنا هاد المتساوية، دابا عندنا 12 على 54 تتساوي ناقص 72 على ناقص واحد العدد. مادام عندنا هاد المتساوية شنو غنعملو دابا؟ شنو غنعملو؟ أولا غنشوفو 12 واش ضربنا عطاتني 72 أو نضربو هاد العدد في هاد الأول، نضربو عدد هنا، نضربو 12 في هاد العدد المجهول، تساوي 54 ناقص 72 اللي بغينا، الحمد لله، غنقسمو 72 على 12 باش نشوفو 12 واش ضربناها باش عطاتني 72، دابا حنا بغينا نشوفو 12 واش ضربناها تعطاتنا 72. وبالتالي داك العدد اللي ضربنا فيه 12 باش عطانا 72 غنضربو فيه ايضا، طبعا غيكون الجداء ديالو مع 54 باش نلقاو العدد الموجب، فهمتي ولا لا؟ الحالة الثانية غنديرو 12 في عدد مجهول مثلا اكس تتساوي 54 في هاد العدد اللي معروف، فهمتي؟ إذا شنو ساهلة؟ لما نبحثو لهاد العدد اللي ضربنا فيه 12 هنا غنديرو 72 نقسمو على 12، فهمتي؟ غنديرو 72 ثم على 12 شحال تعطينا هادي؟ تعطي 6، 6 في 2 12 من 12 0، 6 في 1 6، 1 7 من 7 0، إذا تعطي 6 فاش ضربنا 12؟ 12 فاش ضربناها باش عطاتنا 72؟ 6 ضربناها في 6 هي اللي قايلة هنا، هاي ضربنا 72 قسمنا على 12، 72 قسمنا على 12 باش لقينا العدد اللي هنا، إذا 12 غنضربو في 6، إذا 12 مضروبة في 6 72 غنضيفو الإشارة هنا، ثم عندنا 54 باش نضربوها؟ 54 54 باش نضربوها؟ 6 إذا غنديرو 54 مضروبة في 6، 6 في 4 24، 4 2
ستة في خمسة ثلاثين. ثلاثين في اثنين ثلاثين. ثلاثين هي شحال؟ هي تلتمية وش تلتمية وربعة وعشرين. هي تلتمية وربعة وعشرين فهمتي؟ بغيتي دير الطريقة الأخرى ديرها عاوتاني فهمتي؟ اللي بغيتي. عندنا هنا واحد العدد على ستة ياك، واحد العدد على ستة اش يساوي؟ تساوي ناقص ثلاثة وثلاثين على واحد العدد، تساوي ناقص ثلاثة وثلاثين على واحد العدد. شحال عندك مجهول هنا؟ عندك هذي كلها طول عدد على اثنين تساوي خمسطاش على عدد، تساوي سبعة وعشرين على ناقص ثمنطاش، تساوي عدد على ستة، تساوي ناقص ثلاثة وثلاثون على عدد. عندي هنا عدد على اثنين ياك شو يساوي؟ خمسطاش على العدد، خمسطاش على العدد تساوي سبعة وعشرين على ناقص ثمنطاش، تساوي سبعة وعشرين على ناقص ثمانية عشر، تساوي العدد على ستة ناقص ثلاثة وثلاثون على عدد، تساوي ناقص ثلاثة وثلاثون على عدد. إذا شنو غنضعونا؟ شوفنا عندنا هنا هذا عدد سالب، هذا عدد موجب، إذا الأعداد اللي غتكون هنا مساوية للعدد كيفاش غتكون؟ الأعداد الكسرية كيفاش غتكون؟ أرقام مختلفة؟ لا، عندنا هذا العدد الكسري سبعة وعشرين على ناقص ثمانية عشر هو عدد موجب ولا سالب؟ سالب. ها؟ سالب. وبالتالي الأعداد اللي غتساوي كيفاش غتكون؟ سالبة. إلا بدينا بناقص ثلاثة وثلاثون، كيفاش غنلقاها؟ كيفاش غنلقاو العدد هنا؟ سمعوا شنو في الدرجة باش عطاتنا ناقص ثلاثة وثلاثون، غتكون شوية صعيبة ياك، غتكون فيها الفاصلة، ياك؟ إلا مشاو للطريقة الأخرى، فهمت؟ عندنا سبعة وعشرون على ناقص ثمانية عشر، أش تساوي؟ تساوي ناقص ثلاثة وثلاثون على شنو؟ على واحد العدد، أش تعني هذا؟ تعني بأن هذا فهذا سبعة وعشرين مضروبة في واحد إكس، هذا غنسميو إكس، مضروب في إكس، أش يساوي؟ تساوي ناقص ثمانية عشر، أش مضروبة؟ ضربنا هذي في هذي، أش يساوي؟ ها هذي في هذي حنا حطيناها، قالت لنا ناقص ثمنطاش، أش غنضربها؟ نضربها في فوق ثمانية، ناقص ثلاثة وثلاثين، إذا مضروبة ناقص ثلاثة وثلاثين، فهمت ولا لا؟ إذا شنو غتعطينا هذي؟ عندنا سبعة وعشرين إكس، أش تساوي؟ هذي غنجيب لهم. طبعا هذا غيعطينا عدد موجب، سالب في سالب غيعطينا موجب، غيبقاو عندنا أعداد، عندنا تمنطاش ثلاثة وثلاثين شحال؟ فهمت؟ ثلاثة وثلاثين مضروبة في تمنطاش، ثمانية في ثلاثة شحال؟ أربعة وعشرين، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، اثنان ستة وعشرين، ثم واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، أربعة سود خمسة، شتا؟ هاد سبعة وعشرين إكس تساوي خمسمية وربعة وتسعين، دابا إكس شحال تتساوي؟ كيفاش غنلقاوها؟ إكس كيفاش غنلقاوها؟ عندنا سبعة وعشرين مضروبة في إكس تتساوي هادي، شكون العدد الكبير هنا؟ واش إكس ولا سبعة وعشرين ولا العدد؟ شكون الكبير؟ عندنا هادي ضربناها إكس مرة أو إكس ضربناها سبعة وعشرين مرة تتساوي العدد. بحال عندنا شوفنا بحال عندنا خمسة مضروبة في ربعة تساوي عشرون، لما نلقاو ربعة اش نديرو؟ نضربو شوف 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 شوفنا عندنا خمسة مضروبة في ربعة تعطينا عشرين، عشرين هي كبيرة الحمد لله، إلا بغينا نلقاو الربعة شنو غنعملو؟ تنديرو العشرين قسم قسم علاش؟ خمسة على خمسة، ولا بغينا نلقاو الخمسة شنو غنديرو؟ العشرين قسم ربعة قسم ربعة. دابا عندنا إكس وأنا نلقاو إكس شنو غنديرو؟ غنديرو خمسمية وربعة وتسعين قسم سبعة وعشرين، صافي ديما حطي عدد بحالو وشوفي، حطي عدد صغير بالطريقة بنفس الطريقة اللي كاين فيها هنا وغيبان لك شنو خاصك دير. هادي في حالة لما
اي بالضبط شنو خاصك دير؟ فهمنا؟ هنا انتو ضربنا 594 قاسم شنو؟ طبعا الشيء غادي في الوسخ فهمتي؟ قاسم 27 هنا شنو غادي هنا؟ عندنا 59 قاسم 27 شحال؟ واحد واحد سبعة سبعة من تسعة اثنين واحد اثنان اثنان عن خمسة ثلاثة غتكون اثنين هنا اثنين في سبعة اثنين في سبعة أربعتاش من تسعتاش اثنين في سبعة أربعتاش من تسعتاش ها بقات خمسة لا اثنين في سبعة أربعتاش من تسعتاش بقات خمسة اثنين في اثنين أربعة واحد خمسة من خمسة صفر ثم غنزلو أربعة أربعة وخمسين أربعة وخمسين مقسومة على سبعة وعشرين غتعطينا اثنين اثنين في سبعة أربعتاش من أربعتاش صفر اثنين في اثنين أربعة واحد من خمسة من خمسة صفر هنا غتعطينا اثنين وعشرين ش اثنين وعشرين ليش؟ اثنين وعشرين شنيا؟ غتكون غير خارج خارج ليش؟ حنا علاش بحبنا دابا؟ ملي درنا هذي قسمنا على هذي شنو لقينا؟ انا اكس اكس واكس شنو هي؟ هي اكس راه هي هذي ها اكس هنا عندنا بعدنا 22 واش انت فهمتيش؟ عندنا 27 27 ضربناها في اكس ها هي الفوقانية 27 ضربناها في اكس ها هي 27 ضربناها في اكس اش تساوي؟ تساوي 12 تتساوي ناقص 18 في ناقص 30 ها هي ها ناقص 18 ناقص 30 ها شطاتنا ولات عندنا 27 في اكس تتساوي هنا 594 اللي هي اللي هي شنو هي اللي هي هادي في هادي فهمنا ملي خرجناهم ملي خرجنا العدد طبعا بقى لنا الا نقسمو على 27 باش نلقاو هاد الاكس اللي كاين هنا تما هادي في هاد اكس تتساوي ناقص 18 في ناقص 33 وطبعا كملنا العملية ها هي 27 مضروبة في هاد الاكس تتساوي ناقص 18 مضروبة في ناقص 33 ناقص 18 مضروبة في ناقص 33 خرجناها ها هي عطاتنا 594 ها هي قيدناها دابا ملي ولات عندنا 27 مضروبة في واحد الاكس ما معروفش ها هو تتساوي هادي في هادي احنا لقيناها شنو بقى لنا درنا لها بحال القضية اللي كاينة هنا 5 ضربة تتساوي 20 إذا شدينا 594 قسمناها على 27 وبالتالي لقينا هاد إكس إكس هي هادي دابا نرجعو لهاد العدد الآخر اللي هو عدد على 6 تساوي 27 ونقارنو هاد العدد مع هذا بغينا نقارنو مع هذا اللي بغينا فهمتونا راه بحال بحال مادام أنهم كلهم متساويين ممكن ناخدو هاد العدد مع هذا مادام أننا لقيناه ممكن أننا ناخدو مع العدد الأول اللي نعطي فهمتونا إذا عندنا 27 على ناقص 18 تتساوي عدد على 6 طبعا شنو هنا؟ هنا واضحة هنا واضحة بلا ما نشوف هاد العملية الأخرى اللي درنا شوف هنا مزيان هنا بلا ما نشوف هاد العملية الأخرى اللي عملنا شنو غنديرو؟ عندنا هنا شوف 18 مع 6 معروفة معروفة 6 بس ضربناها بس عطاتنا 18 لما ننتقل هنا هنا مضروبة بس ضربناها بمعنى آخر باش ندوزو من هنا لهنا 18 معروف علاش قسمناها بس عطاتنا 6 وبالتالي غنشدو ايضا البسط ونقسمو على نفس العدد فيما سبق كما قلنا باش يكون عدد تساوي عدد اخر كسري طبعا تنضربو المقام والبسط في نفس العدد او نقسمو على نفس العدد اذا طبعا هنا عندنا 6 ضربناه في شي عدد عطاتنا 18 وبمعنى اخر 18 قسمناه على عدد عطانا 6 وبالتالي هاد العدد ايضا غنقسمو على واحد العدد وخاصو يعطينا هاد العدد لينا خاصنا نلقاو اولا 18 علاش قسمناها باش عطاتنا 6 وهذاك العدد علاش قسمنا 18 هو اللي غنقسمو عليه 27 هنا لا اذا عندنا ناقص 18 علاش قسمناها باش عطاتنا 6 عندنا ناقص 18 او 18 لان الاشاره ممكن نطلعوها الفوق او نهبطوها اذا 18 علاش قسمناها باش عطاتنا 6 3 على 3 اذا هذا قاسم 3 عطاتنا 6 ثم هذا بنفس الطريقه قاسم ثلاثة 27 قاسم ثلاثة شحال؟ هي 90 ولا 90 تساوي 18 و 90 27 إذا 90 ضربنا في 3 عطانا 27 إذا هاد العدد اللي كاين هنا هو 90 ثم عندنا 15
15 العدد. طبعا واحد القضية خصنا نردو الوان، خصنا شوفنا عندك هنا 6، 6 الإجابة، واحد العدد سالي ككل. إذا شنو خصنا نعملو هنا؟ استخدمها. شنو خصنا نعملو؟ حنا مازال في تسول على 6، هذا راه كله موجب، واحد العدد عندنا كله سالب. شنو نعملو هنا؟ والستة ما عاطيني لك الإجابة، شنو غدير؟ غدير ناقص هنا، ناقص تسول، باش يبقى العدد ككل سالب، حيت هذا راه عدد سالب هذا. هذا اللي تساوي عدد سالب، عندنا واحد العدد على 6 تساوي 27 على ناقص 18. حنا هاد العدد اللي غنلقاو المفروض انه في الاشارة ديالو ايضا يساوي 27 على ناقص 18. طبعا هنا عندنا الاشارة كلمة 18، حنا طبعا عاطينا 6 الاجابة اللي مسجلين هنا، انا حاطين لك 6 هكا الاجابة، ميمكنلكش تزيد لها شي حاجة اخرى، فهمتي؟ انا حاطين لك 6 تيقول لك عندك الحق تلعب غير الفوق. اذا مادام ان 6 مجابة والعدد كله خاصو يكون سالب بحال هذا، اذا فين غادي في الاشارة؟ بقات لك في هاد البلاصة. هنا خاصك دير التكافؤ ايضا في الاشارة، تتحضر في التخريج وتحضر في الاشارة، هنا ترد بالك في التخريج وترد بالك في الاشارة ايضا. هاد الاشارة ما خاصكش تسهل عليها، فهمتي؟ هاد الاشارة ما خاصكش يعني تنساها. دابا نجيب هاد 15 على واحد العدد تيساوي 27 على ناقص 18، نفس الشيء هاد العدد 15 تنشوفو عدد موجب، وبالتالي العدد اللي غنهضرو هنا أكيد غيكون سالب. علاش؟ باش نزيدو الإشارة، باش تخلق لنا واحد التكافؤ من حيث الإشارة السلبية أو السالبة مع هاد الإشارة ديال هاد العدد الأول اللي متساوي معاه هاد العدد الكسري، اللي متساوي معاه هاد العدد الكسري، فهمت ولا؟ إذا شنو غنهضرو هنا؟ 15 اش ضرب لها؟ اش عطاتني 27. شوف 15 واحد الطريقة أخرى، 15 قسمنا على 5 شحال عطاتنا؟ 3. 15 قسمنا على 5 عطاتنا 3، وفاش ضربنا باش عطاتنا 27؟ 15 مقسوم على 5 عطاتنا 3، فاش غنضربو هنا؟ غنديرو حنا عدد كسري ولا غنضربو في هاد 15؟ هاد البسط، هنا غندير حنا عدد كسري، مابقاوش نديرو غير عدد عادي بحال لقينا دابا، بحال لقينا دابا قسمنا على 3، 15 قسمنا على 5 عطاتنا 3، فاش ضربناها باش عطاتنا 27؟ أكيد ضربنا بتسعود، لا 3 بتسعود شحال؟ هي 27. هاد 15 ضربنا بتسعود على 5 عطاتنا 27، حتى هذا اللي هنا غنضربوه في تسعود على 5 باش يعطينا ناقص 18، طبعا غيكون عدد سالب، يعني غيعطينا 18، فهمتي؟ هي شنو هاد العدد؟ إذا أكيد غنضربو 18 في المقلوب ديال هادي، غنضربو 18 في المقلوب ديال هادي، شحال غتعطينا؟ فهمتي؟ 18 مضروبة في 5 على 9، 18 مقسوم على 9 شحال؟ 18 مقسوم على 9 شحال؟ 18 مقسوم على 9 هي 2، 2 في 5 هي 10، ولا؟ هي 10، إذا غنضربو شحال؟ 10، فهمتي ولا؟ غنجربو 10 غنضربها في 9 شحال؟ هي 90 على 5 هي 18، غنضربها في نفس العدد اللي ضربنا فيه البسط اللي هو 15، 15 ضربنا في 9 قسمنا على 5، إذا 15 قاسم 5 أولا باش يجينا العدد سهل، نبداو بالقسمين الأول باش يجينا العدد أسهل، 15 على 5 هي 3، 3 في 9 27. ثم نجيو العشرة، عشرة غنقسمو على 5 هي 2 في 9 هي 18، فهمتي ولا لا؟ إذا العدد هو 10، ثم عندنا هاد العدد على 2، شوف هنا عندنا العدد سالب ككل، هنا عندنا 2 موجبة، شنو نوضعو هنا؟ إشارة فين نوضعها؟ هاد العدد كيفاش خاصها تكون إشارته أيضا؟ عندنا 27 هنا ناقص 18، كنشوف هاد العدد راه سالب، حيت ناقص 18 لما قام سالب العدد كله سالب، مادام أن البسط موجب، هنا عندنا المقام موجب، وبالتالي باش يكون العدد ككل مساوي لهاد العدد في الإشارة، يعني خاصو يكون حتى هو سالب، شنو غنوضعو لهاد العدد؟
نديرو العدد السلبي فوق، سيكون العدد السلبي فوق، يعني نوضو الإشارة الفوق. دابا نرجعو للأعداد، غنقلبو على هاد العدد، 18 واش ضربناها فشي عدد أو قسمناها على شي عدد باش لقينا 2، باش نزيدو من هنا، شنو درنا؟ بالي أنا واقيلا هادي اللي ضربتها. شوف عندنا هاد الكسر اللي تنقلبو على البسط ديالو، هاد العدد راه مساوي للعدد، وباش يكون هاد العدد مساوي لهاد العدد نعاودوها، خاص البسط، البسط والمقام ديال كل منهما نضربوه أو نقسموه على نفس العدد باش ننتقلو للأعداد اللي تتكون البسط والمقام ديال العدد الآخر. هادي ولا حنا عندنا 27 على ناقص 18، المهم حنا تخلصنا من الإشارة حطينا هنا، حنا بقات عندنا 27 على 18، باش يكون هاد العدد متساوي لهذا خاصنا المقام والبسط نضربوهم في نفس العدد أو نقسموهم على نفس العدد. طبعا تنشوفو هنا حطو لنا 2 في المقام في العدد الثاني، قالنا غير البسط. إذا باش ننتقلو من هاد المقام لهاد المقام، باش ننتقلو من هاد المقام لهاد المقام، واش خاصنا نضربو ولا نقسمو على عدد؟ هاد 27 ناقص 18 تتساوي عدد على 2، هاد العدد باش يساوي هذا خاص المقام والبسط يضربو في نفس العدد أو يتقسمو على نفس العدد. دابا 18 في نظرك انت مع 2، 18 واش قسمناها على يعني واحد العدد أو ضربناها في واحد العدد باش لقينا 2، شنو في نظرك؟ قسمناها 18 قسمناها على واحد العدد باش لقينا 2، شنو هو العدد الآن؟ قلبوا على العدد اللي قسمنا عليه 18 باش عطانا 2، إذا الآن غنقلبوا على العدد اللي قسمنا عليه 18 باش عطانا 2، شنو هو العدد؟ سود، إذا قاسم 9، 18 قاسم 9 عطاتنا 2، وبالتالي سبعة وعشرين حتى هي؟ زوات، هي قاسم 9، إذا سبعة وعشرين قاسم 9 شحال؟ هي 3، 3 تعطينا 27، 27 قاسم 3 تعطينا 9، 27 قاسم 9 تعطينا 3، 27 قاسم 3 تعطينا 9، 27 قاسم 9 تعطينا 3، إذا طبعا كاين الإشارة هنا سالبة، حنا غنوضعوها الفوق، فهمتي؟ إذا هذا هو الخارج من الإعداد، ثم عندك 4، حدد إكس في كل حالة. إكس عدد جذري غير منعدي، شتي؟ إذا أولا عندك هنا إكس ناقص 1 على إكس تساوي ناقص 4 على 7، شتي؟ عندك إكس ناقص 1 على إكس شتي يساوي هذا؟ يساوي 4 ناقص 4 على 7، على 7 هي حدد إكس. عندي لو إكس ناقص 4، عندي لو إكس ناقص 4، علاش إكس ناقص 4؟ شتي يعني هذا؟ هذا تيعني دايما المسألة خاصها تكون في بالك وتشوفها واش غتستعمل ولا لا، فهمنا؟ واش تقدر تستعمل ولا لا؟ إذا عندنا إكس ناقص 1 مضروبة في 7، هاد العدد كله مضروب في 7، إذا هادي مضروبة في 7، أش تساوي؟ أش تساوي هادي؟ عندنا إكس ناقص 1 مضروبة في 7، أش تساوي؟ هادي مضروبة في هادي، أش تساوي؟ تساوي هادي؟ تساوي هادي مضروبة في 3 ناقص 4، تساوي إكس مضروبة في 3 ناقص 4، فين 3 ناقص 4؟ ناقص 4، إكس مضروبة فاش؟ ناقص 4، ناقص 4. إذا غنديرو هاد العدد نضرب في 7 تساوي إكس ناقص 4، المقصود ناقص 4 إكس، إذا هي ناقص 4 إكس، إذا أش تساوي هادي؟ غنفكو هادي، غتولي عندنا 7 إكس، فهمت؟ هادي نضربها في هادي، 7 إكس ناقص 1 في 7 هي ناقص 7، شتي؟ ناقص 7 تساوي ناقص 4 إكس، طبعا هادي غنجيبو هنا والأخرى نديرو في الأخرى. ياك غتولي عندنا 7 إكس، شنو هذا اللي جينا هنا عند الإشارة؟
الإشارة هنا سالبة، والجملة هنا كيفاش غتكون إشارتها؟ هنشوف هنا 7x ناقص 7 تساوي ناقص 4x. شوفوا مزيان دابا هادي غنجيبو هنا وهادي غنديو عليه. هادي الجملة هنا عندها هي في الأصل هنا في البلاصة اللي هي فيها عندها الإشارة سالبة، إلا جبنا هنا شنو غتولي إشارتها؟ موجبة. تتولي موجبة. واحد العدد في واحد الجهة بغينا نجيبو الجهة الأخرى ديال تساوي تنبدلو الإشارة ديالو، كانت سالبة نرجعو موجبة، كانت موجبة نرجعو سالبة. إذا هاد 7 إكس باقا في بلاصتها، 7 إكس باقا في بلاصتها مغنديرو لها والو، الإشارة ديالها غتبقى هي اللي هي موجبة اللي هي زائد. هاد ناقص 4 إكس غتجي هنا غتولي زائد 4 إكس. اش تساوي؟ طبعا هاد ناقص 7 غنديرو جهة أخرى، كيفاش غنكتبو هنا؟ ها؟ هاد ناقص 7 غنديرو جهة أخرى، شنو غنكتبو هنا؟ ناقص 7 ولا 7؟ شنو غنديرو؟ غنديرو 7. غنديرو 7، لأن في الجهة اللي هنا اللي كانت هنا كانت عندها الإشارة ناقص، دابا غنديرو الجهة الأخرى غتولي عندها زائد، كون كانت عندها هنا زائد غنديرو هنا ونزيدو ناقص، كون كانت عندها زائد هنا. ولكن هي ما عندهاش زائد هنا، عندها ناقص، وبالتالي غندير الجهة الأخرى غتولي عندها زائد. إذا شوف هنا عندك 7 إكس زائد 4 إكس، شحال المجموع ديالهم هما جوج؟ 7 إكس عندنا 7 د الليمونات وعندنا 4 د الليمونات، إذا شحال المجموع ديال الليمون؟ 7 د الليمونات 4 د الليمونات. إيه راه هاد إكس راه بحال الليمونات، ما تعتبرو شي حاجة، هاد إكس راه شي حاجة، غير حنا ما عرفناش. إذا 7 إكس زائد 4 إكس شحال المجموع؟ 11 إكس. هاي 11 إكس 11 إكس تساوي 7 إكس، شحال تساوي؟ تساوي 11. شوف بحال اللي قبيلة قلنا 5 في 4 بحال اللي قبيلة 5 في 4 تساوي 20. شوف هنا ديما هذا المضروب في بعضياتهم تساوي هذا، لما نلقى واحد فيهم شنو نديرو؟ شنو غنعملو؟ تنديرو هذا مقسوم على هذا، 20 مقسوم على هذا نلقاو هذا، 20 مقسوم على هذا نلقاو هذا. دابا حنا بغينا نلقاو هذا، ها هو هذا نضرب في هذا، 5 في 4 تساوي 20، غنلقاو هذا شنو غنديرو؟ حنا دابا نقلبو على إكس، بغينا نلقاو هذا شنو غنعملو؟ غنديرو هذا نديرو هذاك قسم على شنو؟ قسم على شنو؟ 11. 11 ما تهمكش هذا كبر من هذا ولا هذا صغر منه، ما تهمكش القضية، تهمك القاعدة، فهمت ولا؟ إذا تتولي عندنا تتساوي 7 على 11، فهمت ولا؟ هذا هو الخارج، تخليه بحالك، تخلي الخارج بحالك، ما يمكنكش تختزلو أكثر منك، فهمتي؟ ما يمكنكش تختزلو أكثر منك، إذا بغيت تخرجو عدد عشوري، العدد الآخر شنو هو؟ عندك 3 على إكس تساوي 5 على ناقص 2، شنو هي هذيك؟ 3 3 على إكس شنو تساوي؟ ناقص 3 5 على ناقص 2 5 على ناقص شنو تساوي هذي؟ بالأحرى أنا جي تاني شنو غنعملو؟ نفس الطريقة، نفس القاعدة، ما خصهاش تنسى، نفس القاعدة، شنو هي؟ أول حاجة تتشوف هذي تتساوي هذي عندنا عدد كسر، شنو غنعملو؟ مادام أن كلمة تساوي عندك الحق في المرحلة الثانية، شنو المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية شنو هي؟ هذه ما تنقول بها، شنو غنديرو؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة ثلاثة زيد باش نشوفو نعرفو واش متساوي. هو عدد متساوي، هاد إكس تدخل في هاد العدد كسري تساوي عدد آخر، وفي نفس الوقت حنا تنقلبو على إكس، هي داخلة في واحد المتساوي هاد إكس، وفي نفس الوقت حنا تنقلبو على إكس، ومادام أن إكس داخلة في واحد العدد تساوي عدد آخر، هاد إكس كما تنشوفو هي المقام ديال هاد العدد الكسري، هاد إكس هي المقام كما تنشوفو ديال هاد العدد الكسري اللي تساوي عدد كسري آخر. إذا مادام كاينة هاد المتساوية تيمكن لك دوز لواحد الإيطاب أخرى حسب القاعدة اللي شفنا، شنو هي؟ شنو هي المرحلة الثانية؟ شنو ممكن نكتبو؟ ملي تكون عندك هاد المتساوية مباشرة تمشي للعملية الثانية، شنو هي؟ راه قلنا بلا ما تضرب هادي في هادي،
وغادي في هذه تتكون عندك متسيبات الشكل هذه ما خاصكش تنساها. إذا شنو غتعطيني هذه؟ ثلاثة؟ ثلاثة إفي ناقص إثنان أش تساوي؟ تساوي ثلاثة في ناقص إثنان ها؟ وناقص إثنان سالبة إذا غتخرج ناقص ستة ناقص ستة طرب الآخر خاصك ما تنسيش ما تبقاش البنية معايا كتساوي أش تساوي؟ إكس إكس في خمسة هي خمسة إكس حنا عاد نجيو هذي ونشوفو والسالب ولا موجب ونشوفو شنو كيساوي لنا هادي ولا إذا عندنا ثلاثة في ناقص إثنين شحال هي ناقص ستة تتساوي شنو؟ تتساوي خمسة إكس إذا إكس أش تساوي؟ هي عندك خمسة في ربعة تتساوي عشرين معروفة هادي مابقاوش نعاودوها عندك عدد في عدد تساوي هذا إذا نبغي نلقاو هاد العدد شنو نعملو؟ إكس أش تساوي؟ تساوي خمسة إيه؟ تساوي خمسة شوف إكس مضروبة في عدد تتعطيني هاد العدد هادي بوحدها أشنو تتساوي؟ نديرو إكس في خمسة هنا إكس خمسة تساوي ناقص ستة شحال تساوي ناقص ستة ناقص ستة نقسموها هنا علاش نقسموها؟ نقسموها على خمسة مادام أنها مضروبة في هادي المفروض يكون هاد العدد الكبير وبطبيعة الحال ماشي صحيحة ديما ولكن حنا تنمشيو مع هاد القاعدة عدد في عدد يساوي واحد العدد إذا داك العدد إلا قسمنا على واحد من جوج طبعا كنجيو داك ماشي زائد ولا ناقص أما إلا كان عندنا زائد أو ناقص تنديو للطرف الآخر وتنبدلو الإشارة فهمتي ولا هذا هو كيفاش نفرقو خمسة مع إكس فهمتي ولا ميمكنناش نفرقو خمسة مع إكس في الجوداء إلا بهاد الطريقة أننا تنقسمو هاد العدد على واحد فيهم اللي تيكون في الجهة الأخرى تساوي إذا عندنا إكس يساوي ناقص ستة على خمسة إذا هذا هو العدد تبقى كما هو حيت ممكناش نختزلو كون كانت عندنا مثلا ستة على ثلاثة غنختزلو غتعطينا إثنين ولكن ما عندناش حنا ستة على ثلاثة عندنا ناقص ستة على خمسة إذا إكس يساوي ناقص ستة على خمسة هذا هو إكس إذا نستكمل في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.